مزيد بقى معانا ساره علام. لمزيد من التفاصيل معانا ساره علام المتخصصه في الشان القبطي بجريده اليوم السابع. ساره صباح الخير. صباح الورد عليكم وعلى كل الساده المشاهدين، وكل سنه وكل المصريين بخير عشان عيد النيابه واعياد شم النسيم، وان شاء الله يبقى عيد ربيع جميل وسنه حلوه على يا رب ان شاء الله. يا رب. عايزين نعرف منك بقى يا ساره اهم الاستعدادات لليوم ده على المستوى الامني وطبعا على المستوى المجتمعي. طيب هي الكاتدرائيه من اول امبارح اللي مديريه امن القاهره استلمت الكاتدرائيه، والنهارده تم تركيب بوابات اضافيه على كل ابواب الكاتدرائيه، لانه في العادي في بوابه واحده مسموح للناس بالدخول منها، بوابه رقم واحد المطله على شارع رفسي، لكن تم تفعيل بوابات الكترونيه على باقي مداخل الكاتدرائيه، وتم تخصيص كل باب للون معين من حاملي الدعوات، يعني حاملي الدعوات الفي اي بي معاهم الوان في الدعوات، وشعب كنيسه الانبر ويوسف اللي هي كنيستهم الكاتدرائيه بيصلوا فيها ليهم دعوات اخرى، والاعلاميين مخصص لهم ابواب وتصاريح اخرى، وان شاء الله النهارده قداسه البابا تودروس سيترأس صلوات قداس العيد في تمام التاسعة مساء بالكنيسة الكبرى بالكاتدرائية وبالكاتدرائية بالعباسية، وبرضه في نفس السياق الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الكاثوليكي هيترأس قداس العيد أيضا في كاتدرائية العذراء للكاثوليك لمدينة نصر، وكذلك الدكتور أندريا رئيس الطائفة الإنجليزية في مصر هيصلي صلاة العيد أيضا في الكنيسه الانجيليه بمصر الجديده في السادسه مساء اليوم، وكذلك ايضا الكنيسه القسطسيه المكرم منير حلمي رئيس اصحاب الكنيسه القسطسيه هيصلي برضه الساعه 9 بالليل قداس العيد. ساره اهم الحضور او المتوقع انه يحضر النهارده في الكاتدرائيه، تتوقعي مين ممكن يجي؟ يعني يمكن شفنا السنه اللي فاتت سياده الرئيس وذهابه لعيد القيامه وحضور القداس وكان بعد حادث اليم طبعا، هل السنه دي متوقع مين يحضر؟ هو سياده الرئيس عاده بيحضر القداس بتاع عيد الميلاد. صحيح. السنه اللي فاتت سياده الرئيس عايد البابا فاضروس بصالون الباباوي قبل عيد القيامه، كانت معالجه في الصالون ما كانتش في القداس. كمان شويه من المتوقع او من المؤكد ان الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر هيترأس وفد المشيخه مع الدكتور توقي علام مع ايضا وزير الاوقاف لمعايده البابا توقيت ايضا في صالون الباباوي كمان شويه، وايضا من المتوقع يعني عدد من الوزراء وبينهم كمان المستشار الرئيس الجمهوريه السابق استاذ المعايد البابا ايضا كل عام في صالون الباباوي، ومن المتوقع حضور عدد من الوزراء على راسهم السفيره نبيله مكرم، هي الحياه بتحضر كل الاعياد الكاتدرائيه. صحيح. وعدد اخر من الوزراء، لكن احنا بنستبعد حضور رئيس الجمهوريه لانه جرت العاده على ان رئيس الجمهوريه بيحضر قداس عيد الميلاد. صحيح. نشكرك شكرا جزيلا استاذه ساره علام الصحفيه المتخصصه في الشان القبطي باليوم السابع.